بنرجع لحضراتكم مره تانية مشاهدينا وبنواصل فقراتنا. والحقيقه دايما في 10 الصبح بنبقى سعداء جدا بالشباب لما بيكون عندهم امل، لما بيكون عندهم طموح، لما بيحاولوا ان هم يرسموا مستقبل افضل بالنسبه لهم. الحقيقه الموهبه من اكتر الاشياء اللي بيحرص عليها اي شاب ان هو ينميها بشكل جيد جدا، خصوصا لما تكون موهبه يعني ممكن يستفيد منها في المستقبل، في ان هو يكون ليه مجال في العمل الخاص فيه. العمل الفني بيحتاج يعني قدرات خاصة، مش مرتبط دايما بالدراسة، وده اللي بيظهر من خلال مجموعة جميلة جدا من الشباب اللي بيشاركوا معانا النهاردة في كليات التجارة وفي كليات الحقوق. ورغم كده اهتماماتهم الفنية يعني جعلت منهم نقدر نقول منافسين للمتخصصين في الأعمال الفنية، شاركوا في العديد من المعارض، وكان ليهم كمان نصيب من خلال لجان التحكيم ان هم يفوزوا وان هم يكون ليهم يعني تقدم عن غيرهم بشكل كبير. خلوني ارحب بالشباب اللي موجودة معانا وسعداء سعيدة جدا بيهم معانا النهاردة. فاطمة زهراء صباح الخير، مي الملكي أهلا بيكي، محمد إبراهيم أهلا وسهلا، ومحمد سمير منورنا في 10 الصبح. هي حاجات جميلة جدا، مش عارف تبتدي بإيه ولا بإيه، يعني بالشغل ولا الرأي بالتنقيط ده؟ أنا لازم تبدأ الرأي بالتنقيط، الرسم رسم الظل مش الرأي، الرسم رسم بالظل والتنقيط، يعني إيه؟ يعني رسم ظل ونور بالتنقيط. أنا بس عايزة أبين يعني إيه، فاهمينا بقى أكتر. ودي حاجة تحفة فنية يا جماعة، مش عارف باينة ولا لأ، حاجة جميلة جدا بصراحة. فيها شوية ممكن ترى كده باينة؟ نرفعها فوق شوية كده. أوكي كده تمام. الفكرة أصلا هو يعني نوع من أنواع الجرافيك، بس الجرافيك يدوي مش ديزاينز مثلا على الكمبيوتر او كده. الفكره ان انا بشتغل، الفكره بتجيلي برسم اي حاجه، ممكن حضرتك ترسمها، ممكن ترسمي اشخاص، اي حاجه. تمام. بس الفكره ان انا بشتغل في كل وحده بالتنقيط. لا يعني اوصف لنا، قول لنا انت واخده كمان تدريجه في الالوان وتدريجه في الشكل. هي الفكره بس ان انا بشتغل عادي تنقيط بالقلم، قلم تحبير عادي اسمه رابيدو، قلم للتنقيط. يعني بمسك انقط في جزء في جزئيه معينه. طبعا الحته دي ممكن تاخد مني وقت يعني عالي، ممكن تاخد ساعه، ممكن اكتر، عشان اقدر اطلع زي اللي حضرتك شايفاه من التدريج من الظل من بس انت بتبقي عامله الرسمه في الاول على الورق؟ الرسمه انا برسم يعني مثلا ورق الشجر ده مع ورق الشجر ده مع ده، بس ببتدي انا كل الشغل شغال تنقيط بس. يعني هو قلم واحد في اللوحه كلها. تمام. يعني انا ممكن كمان ما ارسمش بالرصاص، انا دايما بحب شغل، انا ما بحبش ارسم بالرصاص او كده. هي الفكره انا بحدد انا هعمل هنا ايه، هعمل هنا ايه، وبشتغل بالتحبير على طول. تمام. طيب خلينا نروح لمي وحاجتك دي يا مي، صح؟ حاجات الجميله دي اللي عندك دي كمان ايه بقى؟ ده مين ده؟ ده تصميم نسيج. ممكن نخليه بس فيسنج تو كاميرا هنا. اوكي ده تصميم نسيج او نود، ده تصميم لمالكوم اكس. دي عباره عن كلها خيوط ثلاث ليها ظل ونوع اضاءه. ده نول؟ ده زي النول. هو نول. نول اصلا. اللي هي فكره السجاده بس مصغره. ايوه. هنا برضو كان لازم اتابع الابيض والاسود علشان الاضاءه تبان والشخص يطلع كده. ايوه. ده بيبقى عباره عن تصميم، طبعا الديزاين بحطه تحت وبفضل ماشيه الابيض والاسود علشان يطلع التصميم اللي انا حاطاه. تمام. زي الفل. طب بالنسبه لدي؟ اعتقد دي باينه في الكاميرا، مش محتاجين نمسكها. تحفه. اصلا كان مختلف شويه علشان كان في كذا غوزه، اللي هو 7 غواز مختلفه. من غواز النول سويدي، 1x1، 2x2. والحاجه اللي هي البازل الالوان ديت، ده تصميم يعني اسمه وابا. ده برضه نوع من انواع غواز النول. جميل. دي يعني انت اللي مصمماها وانت لا الشكل ده ولا تصميم؟ لا تصميم جايباه من على النت عادي. ده تصميم بحري واستخدام بقى الالوان والشعاب المرجانيه وكده. تمام. الحاجات اللي معروضه هنا تبع محمد، ممكن تبينها محمد؟ اعتقد ممكن تمسكي، مش عارف هتبان عندك ولا لا الرسم او النحت على العظم، مش عارف هتبان ولا مش هتبان. هنحاول. دي سمكه عامه، يمكن على الازرق كده تبان. بس هو عامه يا جماعه ده محمد ابراهيم. احكي لنا بقى الحاجات الجميله دي عشان نقدر ن طب انت عامل بتعمل ايه؟ عامل سجدول ازاي يعني؟ مش فاهم. قول يا محمد. هو دوت عظم عادي اللي بنجيبه من عند الجزار. عند الجزار؟ ده عظم ايه بقى؟ ده عظم ايه؟ في عظم كنجوز وفي عظم جبلي حسب السمك. بيفرق معايا في السمك بتاع العظم، لان في انواع بتبقى محتاجه عظم رفيع ما اقدرش اتقل فيها، بيبقى في حاجات بيبقى محتاجه عظم تخين شويه لو عايز اعمل ليرز او كده. يعني نوع العظم هو اللي بيحكم عليك انت تعمل السمكه دي عظمها ايه؟ دي جملي. لانها سميكه. عظم جملي. تمام. طبعا بيقولوا لي طبعا نفسك تشويها انت وتاكلها طبعا. طيب لا بس حلو. بص عامله ازاي، حاجات شكلها جميل قوي. انت مطعم كمان بايه ده؟
ده سيركن حاس. حاس ده ولا ايه؟ سيركن حاس. حاس. جميل. طب ودي ايه اصلا؟ ديت سيرفينج بورد اللي هو لوح الرمجة. اه حاضر يا اما اهم باينين كده عاملين ايه مع الكرش؟ خليك ماسكهم لا علينا ما تكمل. بجيب العظم من عند الجزار، ببدا اعالجه وبعمل التصاميم بتاعتي. يعني احب ان انا اعمل التصميم اوريجينال، مش موجود في حته. بس لا احكي لي العظم كده لما بتجيبه بتعمله ازاي ان هو يوصل للشكل دوت؟ يعني اكيد انت برضو بتشتغل عليه. لازم بيتعالج عليه عشان لو في اي حاجه ممكن تضرنا او كده عشان يبقى ويرابل بعد كده اقدر البسه. بيتعالج وبيتصف الشمس وبيتعرض الحراره، وبعدين ببدا اقص العظم بالطول. بعمل التصميم بتاعي وابدا اقصه بالاركيبت عادي. وبعد كده يبدا بقى مرحله النحت بالمبرد والازميل والادوات اليدويه. تمام. وبتحدد الشكل اللي انت عايز تعمله ايه وبتبدا تشتغل عليه. انت بتحدد الاول ولا انت بتبتدي تشتغل لغايه لما تطلع الحاجه معاك؟ لا انا في العادي بحدد الاول، بس ساعات بيبقى مثلا ايه وصلت للنص وبعدين لقيت ان التصميم مش عاجبني، فبضطر ان انا يعني ممكن اغير التصميم، ممكن اخليه للنص، ممكن اغير الفكره كلها. صحيح كده. تمام. طول الشوط. طيب محمد سمير زيت رسم الزيت ده جميل جدا. لوحه حلوه قوي. الحمد لله الحمد لله. انا بس مش شايفه من تحت مش هي الفكره كلها في اللوحه. الفكره البيوت اللي تحت ولا ايه؟ اه صح. هو اللوحه بس هو عباره عن شخص قوي. انا حبيت احطه في وسط بيوت شعبيه. هو كان قوي وبدا يدوب ويضعف وخلاص بقى ينزل في وسط البيوت تاني. يعني ان هو كان قوي وبدا يضعف كالعاده. كل حد بيطلع سنة الحياه. على قد ما بقدر ان انا احاول استخدم الوان جديده. ما بحبش ان انا اشتغل باللون، يعني باللون الصريح، او بحب ان انا ادخل. يعني ممكن الالوان ما تكونش معايا هي فعلا لون الجلابيه، بس انا بحاول ادخل الوان جديده. بحاول اشتغل على مساحات اكبر، يعني 4 متر مثلا، 2 متر. 4 متر؟ اه 4 متر. ده حاجه صغيره ان شاء الله. حاجه كبيره جدا في البيت بيعانوا والله. واضح ربنا يبارك فيهم، يكون في عونهم بصراحه. لا بس جميل الحمد لله على قد ما بقدر. يعني وفي لوحات تانية معايا برضو. يعني دي اصغر لوحه عندك؟ يعتبر من البدايات. انا في اقل حاجه عندنا. حاجه عندنا بس هو كويس والله الحمد لله. وزاره الثقافه كانت تعاونت مع وزاره الشباب وجت مدرسه الامير تشارلز في انجلترا وخدت 25 شخص على مستوى الجمهوريه، والحمد لله انا كنت منهم. يعني قول لي بقى، انت سافرت مش كده؟ لا بدرس هنا وان شاء الله في شهر 8 مسافر. طيب انت من خلال دراستك شايف ان احنا الموهبه بتاعتك ايه اختلافها مثلا من خلال الدراسه عن بره؟ ايه اللي انت ممكن تكتسبه؟ ايه اللي انت محتاجه سواء من وزاره الثقافه سواء من المعنيين بالفنون التشكيليه بشكل عام؟ تمام. هو اولا وزاره الثقافه حاجه جميله جدا، يعني بس ما شاء الله بيساعدوا الطلبه كتير، يعني حتى غير متخصصين. يعني هو ما بيلتزمش اكتر بالمتخصصين، بيحاول ان هو يضمنا ليه اكتر. الفكره كلها ان انا حسيت ان الهاوي اللي عنده الهوايه وما قدرش ان هو يدخل كليه متخصصه هو عنده حماس اكتر بكتير جدا من الطالب المتخصص، لان الطالب المتخصص بيطبق علم بس. احيانا ما بيحطش الروح او الـ الابداع، او بيحاول ان هو يطبق العلم بس. فاحنا بنبقى احسن. يعني لو حضرتك ركزت شويه في شغل العظمه او في شغل التنقيط او في شغل النول، هتلاقي ممكن نوصل بيه درجه بعد ما خدنا العلم نبدا تبقى في مراحل تانية ابداع موهبه. يعني مع ان الواحد يبقى موهوب ويشتغل على نفسه ويذاكر ويدرس بحيث ان هو يبقى يثقلها بالدراسه. تمام. ويعني على قد ما بنقدر. انا ان شاء الله قريب جدا هننضم لنقابه الفنون التشكيليه وان شاء الله هنكمل فيها، ويوم من الايام ممكن اكون رئيسها. قولوا لي انتوا، يعني انتوا مع بعض مش خدتي بالك من الاخر الكلمه دي؟ يعني بلاش اخر كده، بلاش قبل ما تدخل كده تعمل حساسيات. حاسس بايه؟ انا احب الطموح على فكره. ايه المشكله يبقى عندك طموح؟ ليه لا، في يوم من الايام هتبقى ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك ان شاء الله. انتوا دراستكم زي ما احنا عرفنا ان هي بالتجاره وحقوق بالنسبه لمي. انتوا اتجمعتوا ازاي او ايه اللي ربط ما بينكم في الاعمال الفنيه؟ هي الفكره طبعا احنا الجامعه بتاعتنا جامعه حلوان، عشان هي الحرم الجامعي بتاعها تبعه للكليات الفنيه. فاحنا عندنا اصلا في الحرم مركز للفنون التشكيليه للكليات غير المتخصصه، فده اللي احنا ابتدينا منه. ابتدينا ان احنا كلنا اتجمعنا، طبعا احنا كلنا هناك جروب فتعرفنا كلنا على بعض، بقينا كل واحد يعني هناك بيوصفونا لكل واحد بيحب ايه او كل واحد مواهبه ايه. تمام. فبقينا كلنا بندرس تحت ناس متخصصه، الناس اللي بتشرف على الشغل ده عندنا هنا اللوحه. انا كان بيشرف عليا هنا دكتور خالد استاذ فنون جميله قسم جرافيك. تمام. بيبقوا متخصصين برضو. غير ان الجامعه طبعا بتهتم، احنا بيبقى لينا معرض كل سنه. تمام. معرض جميع الفنون التشكيليه الجامعه. تمام. ماي بس عشان ما اتكلمتش خالص في عجاله كده ماي ان شاء الله. لا على طول بس اسكت. ها قول. ها ان شاء الله طموحاتك ايه؟
جالري ان شاء الله عن قريب نفسي افتحها واسلية وجالري ان شاء الله باذن الله. انا بتمنى ان كل طموحاتكم ان شاء الله ربنا يوفقكم وتحققوها. انت في مجال الجالري تبقى رئيس جمعيه الفنون التشكيليين باذن الله ونقابه الفنون التشكيليين وربنا يوفقكم في مستقبلكم وفي كل حاجه حلوه باذن الله. نورتونا النهارده في 10 الصبح. طيب جميل، احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني نستقبل فرقه الشيخ ياسر العدوي وشويه انشاد كده وحاجات حلوه قبل ما نختم حلقتنا.